الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية المقررة. السعودية تعلن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب. والمعلم يتهم تركيا بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا ويدعو أنقرة لسحب قواتها. الواحدة صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمني المقرر ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، استعرض الرئيس الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تطرق إلى الجهود القائمة لتطوير منطقة مجرى العيون، وذلك في إطار مخطط تطوير القاهرة التاريخي بشكل عام كمركز ثقافي وحضري وسياحي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال. وتناول الاجتماع مراجعة خطط تطوير شركات وزارة قطاع العمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في خطط النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وذلك لإعادة إلى سابق عهدها وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن تناول بعض المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية للشأن المصري تميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحزة وفي كثير من الأحيان مغرضة. وفي بيان لها أوضحت الهيئة أن اتهام العفو الدولية للسلطات المصرية بحرمان المعطي من حق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي بسبب إغلاق عدد من الطرق وأربع محطات مترو غير مبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة، ومشيرا إلى أن الإغلاق كان بسبب إجراءات بعض الإصلاحات وأنه لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي أعطت للدول الحق في وضع قيود من أجل حماية أمنها القومي، وهو ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات أبرزها فرنسا خلال احتجاجات السترات الصفراء والتي لم توجه لها المنظمة مثل تلك الاتهامات التي وجهتها لمصر.
أعلنت المملكة العربية السعودية تأييدها للجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تؤكد تضامنها ومؤازرتها لمصر في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالية سيناء. طالبت سوريا تركيا بالانسحاب من أراضيها فورا، ومحذرة من اتخاذ الجيش السوري إجراءات مضادة في حالة رفضها الانسحاب. وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم النظام التركي بمواصلة توفير الحماية لإرهابي جبهة النصرة في محافظة إدلب. أكد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشار أوغلو إن فكرة الانتخابات المبكرة في تركيا ستكون مطلبا شعبيا، وذلك بسبب الأزمات التي يعيشها المواطن والسياسة الخارجية التي يتبعها أردوغان. وشدد كليتشار أوغلو على أن الأتراك يدركون جيدا أن العدالة والتنمية بات عاجزا عن إدارة البلاد، وأشار إلى أن الأزمات تعمقت في تركيا بعد انتقالها للنظام الرئاسي، وموضحا أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل غير مسبوق، حيث بلغ العاطلون نحو 8 ملايين شخص وتوقف الانتاج بشكل تام. ولفت كليتشار أوغلو إلى أن نظام أردوغان يتجاهل كل هذه المشكلات ويسعى لإيجاد مشكلة أخرى يغطي بها على معاناة المواطنين. وأكد أن تركيا بحاجة إلى إدارة ديمقراطية وليس لإدارة تملى عليها المطالب من الخارج. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xm.tv. إلى اللقاء.